السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم محمد الابيض وفيديو جديد. لو ما شفنا اشترك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وخاصه في الفتره الحاليه سوف نبدا بتوقعات عام 2020 ونقل توقعات اشهر المتوقعين العالميين، وبعد ذلك نقوم بشرح ما نتوقعه نحن العام 2021 كما تعودنا في كل عام. اليوم نتكلم عن اشهر المتوقعين توقعات نوستراداموس العالم الفرنسي الدكتور كان دكتور صيدلي، ولد عام 1505. طلب كتاب وكتب فيه جميع توقعاته عن طريق عن عباره عن مجموعه رباعيات كده لكل عام. اول طبعا الكتاب كانت عام 1555، وتعتبر توقعات نوستراداموس اشهر التوقعات التي يتحدث عنها جميع العالم في على مستوى الكره الارضيه، وتكون من اشهر التوقعات التي تجذب انتباه الجميع. كم ما توقعه وما تم فكه من رباعيات نوستراداموس لعام 2021. اول توقع كان توقع غريب جدا، هو اختراع عالم روسي لفيروس جديد يحول البشر الى زومبي. حسب توقعه سوف ينتشر الفيروس على مستوى العالم مثلما انتشر فيروس كورونا، وستكون هذه بدايه انتهاء العالم. التوقع الثاني، مجاعة ذات أبعاد توراتية، بمعنى مجاعة لها نبوءة في التوراة. تنبأ نوستراداموس بأن أولى علامات نهاية العالم ستكون المجاعة والزلازل والأمراض المختلفة والأوبئة التي تحدث بالفعل بشكل متكرر، ويمثل جائحة كورونا اعتبارا من عام 2020 بداية سلسلة الأحداث غير المتواتية التي ستؤثر على سكان العالم. المجاعة الكاملة هي التي لم يواجهها العالم من قبل، كارثة ذات أبعاد ضخمة ستعيدنا إلى وراء ما قبل التاريخ، ولن يتمكن جزء من سكان العالم من التغلب على هذه اللعنة. التنبؤ الثالث، سيقود المسلمين العالم وخاصة ويغزون الاتحاد الأوروبي بدون تلقطة. حسب تفسير رباعيات نوستراداموس لعام 2021، هجرة كبيرة للعرب والمسلمين للاتحاد الأوروبي ستمكنهم من غزو الاتحاد الأوروبي بدون طاقة واحدة لسببين. أول حاجة، كثرة الهجرة إلى أوروبا من العرب والمسلمين لأسباب غير معلومة لم يوضحها، والسبب الثاني كثرة إنجاب المسلمين وعزوف الأوروبيين عن الإنجاب وخاصة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، هذا حسب تفسير رباعيات نوستراداموس. عواصف شمسية. تنبؤ الرابع، سيكون عام 2021 عاما مهما جدا من حيث الأحداث العالمية الكبرى، ستحدث عواصف شمسية كبيرة يمكن أن تتسبب في الأضرار الجسيمة للأرض. يفترض نوستراداموس جزرا سنرى الماء ترتفع عن الأرض وتسقط الأرض، توقع محدش فهمه، وستؤدي الأضرار والتغيرات الناتجة عن ذلك إلى العديد من الحروب والصراعات، حيث يتقاتل العالم على الموارد. ونرجع للتنبؤ الآخر اللي قبل ده، حدوث مجاعة، وعشان كده التنبؤ التاني بيقول لك سوف يتقاتل العالم على الموارد وستتبعها هجرة جماعية. نرجع للتنبؤ اللي قبليه اللي هو سوف يتم هجرة للمسلمين للاتحاد الأوروبي. التوقع الخامس، سوف يظلم مذنب الأرض، سيؤدي هذا إلى حدوث زلازل وكوارث طبيعية. واستنادا إلى تنبؤات رباعيات نوستراداموس، سوف نرى في السماء نارا وسلسلة طويلة من الشرارات. وتؤكد التفسيرات الأخرى لهذه الرباعية أنها تشير إلى كويكب عظيم سوف يضرب الأرض، وبمجرد دخول الغلاف الجوي سوف ترتفع حرارة الكوكب ويظهر في السماء مثل نار عظيم. وقد أعلنت وكالة ناسا عن كويكبا ضخما من المحتمل أن يضرب الأرض في السنوات القادمة. التنبؤ السادس، زلزال يدمر كاليفورنيا. وفقا لتفسيرات رباعيات كتاب نوستراداموس، فإن هزة أرضية قوية للغاية سوف تدمر ولاية كاليفورنيا في عام 2021. وتنبأ نوستراداموس بأن زلزالا عظيما سوف يضرب العالم من جديد، الأراضي الغربية لكاليفورنيا وهي المكان المنطقي الذي قد يحدث. التنبؤ السابع، الجنود الأمريكيين سوف يحصلون على شريحة الاذكاء الصناعي دون عن غيره. تنبأ نوستراداموس أن حصول الأمريكيين على شريحة دماغية تساعدهم على الذكاء الاصطناعي دون غيرهم من الجنود على مستوى العالم، وسوف يخوضون بسببها حروب كبيره وباضرار قليله في الجنود عندهم، وسوف يتم التحكم بهم عن طريق الكمبيوتر. التنبؤ ده لو ما كانش إيلون ماسك اعلن من شهور الشهر اللي فات عن شريحه الذكاء الاصطناعي، كان حدش هيفهم التنبؤ ده ولا حد هيقول ايه اللي هذه كانت اشهر تنبؤات واهم التنبؤات الذي تم تفسيرها من رباعيات نوستراداموس لعام 2021. ما تنسوش تعملوا لايك وتشترك في القناه وتعلق لي في اخر الفيديو عشان يظهر لغيرك، وتشوف الفيديوهات الجايه هيتم كل يوم نشر فيديو جديد لتنبؤات اشهر علماء الفلك على مستوى العالم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.